مع القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا فأنا تؤفكون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله هل من خالق غير الله يرزقكم من
السماء والأرض لا فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم.